بسم الله الرحمن الرحيم. دائرة الحريات وحقوق الإنسان في جمعية الوفاق الوطني الإسلامية تود الإشارة إلى تقرير الرصد لشهر مارس الماضي بالأرقام التي سيتم الإشارة إليها بعد حين. برغم وجود بعثة المفوضية السامية لحقوق الإنسان في البحرين ومحاولاتها للاتفاق مع السلطة فيما يتعلق بتقديم الدعم والمشورة المتعلقة بتطوير المؤسسات الحقوقية واحترام حقوق الإنسان من قبل السلطة في البحرين، إلا أننا نجد أن التعذيب مستمر ولا زال، ولم تتحرك جهة رسمية للتحقيق في جرائمه ومعاقبة المجرمين بهذه الجريمة. قضايا التعذيب التي نتحدث عنها ليست قضايا نستوردها أو نخرجها من قعر البحار ولا بطون المحيطات، وإنما قضايا التعذيب تمارس في مبان رسمية تابعة للسلطة، تابعة لوزراء في الحكومة معينين من قبل السلطة، أجهزة أمنية وعسكرية تمارس التعذيب بشكل عمدي وبشكل ممنهج. ما يصلنا من حالات التعذيب التي يتم ممارستها هذه الأيام هو في مبنى التحقيقات الجنائية. نقول هذه التفاصيل لئلا يخرج أي مسؤول، ويعنينا المسؤولون الداخليون وليس المسؤولون من خارج البحرين الذين يراقبون وضع البحرين، لا يخرج ويقول أننا لا نعرف ولا نعلم عن هذه الادعاءات. قضايا التعذيب ليست سرا، وإنما يعلن عنها الضحايا في مواقع في غاية الأهمية. الموقع الأول النيابة العامة، إذا تم التحقيق مع المتهم بعد الانتهاء معه في تحقيقه الابتدائي في مركز التعذيب، يتحدث الضحية عن أنه تعرض إلى تعذيب، فإذا السلطات يكون لديها العلم بحالات التعذيب التي تمارس في مراكز التحقيق. والأشد والأنكى من ذلك أن الضحايا يعلنون أمام قاضي المحكمة الذي يفترض أنه سيصدر حكما بحسب الأقوال التي أدلى بها هذا المتهم أو ضحية التعذيب، ولا تحرك المحكمة ساكنا، بل هناك بعض القضايا التي طرد فيها الشاكي أمام هذا القاضي حينما قال له أنني تعرضت للتعذيب، كان جزاءه من القاضي الطرد من القاعة. فلا يوجد مجال لأي مسؤول
مسؤول سياسي أو مسؤول من الناحية القانونية أو مسؤول من الناحية الأخلاقية في البحرين أن يقول أنه لم يتمكن من معرفة ما الذي يحصل في ادعاءات التحقيق، لأن عليه أن يتحقق من موقعه كمسؤول، سواء كان في السلطة التنفيذية أو في السلطة القضائية، بل وحتى في السلطة التشريعية، لأن السلطة التشريعية يحق لها أن تسائل الوزراء. التعذيب، حققت في بعض القضايا وحدة التحقيق الخاصة، وقد عدت أنها وأخرجت بتفاصيل وأخرجت بإحصائية وقالت أننا حققنا في بعض القضايا، ولم تقل عبارة التحقيق أو هذه المفردة، وإنما قالت في سوء المعاملة. نحن نلاحظ أن السلطة والنيابة العامة والقضاء جميعهم لا يستخدمون عبارة ومفردة التعذيب، وإنما يتحدثون عن الضرب أو سوء المعاملة وما إلى ذلك. مفردة التعذيب كأنها من المحرمات في الاستخدام لدى الأجهزة الرسمية. فإدارة وحدة التحقيق الخاصة حققت في قضايا تعذيب، ولكن المفارقة بأن هذه الوحدة لم تتمكن إطلاقا من الخروج بأي قضية تم فيها الوصول إلى معذب أو مجرم قام بجريمة التعذيب، وإن وصلت فإنها لم توصل المجتمع إلى أنها استطاعت أن تقوم بواجبها حيال هذا المجرم. الواقع الحقوقي في البحرين خطير جدا، ونؤكد على أنه خطير جدا، ليس لأن هناك حالات قتل واستخدام مفرط للقوة وهناك يعني أحكام قاسية، غياب للعدالة كما أشار إلى ذلك عدد كبير من المؤسسات الحقوقية الدولية الرسمية منها وغير الرسمية، ولكن لأن السلطة ترفض الإقرار بوجود انتهاكات لحقوق الإنسان. هذه من أسوأ المراحل والمناطق الحرجة التي يكون عليها واقع حقوق الإنسان، أن تكون السلطات المعنية بإدارة السلطات وإدارة البلاد أن لا تعترف ولا تقر بوجود انتهاكات لحقوق الإنسان. نجد أن كثيرا من المسؤولين يتسابقون للتصريح وبقوة بأن حقوق الإنسان في البحرين محترمة كبارا وصغارا من المسؤولين، حقوق الإنسان في البحرين مكفولة، لدينا من المؤسسات ويتم تعديد المؤسسات التي تحتوي على مفردات تتعلق بحقوق الإنسان أو مرادفات لها، ولكن هناك ما يكذب كل هذه التصريحات وهو الواقع القائم. الواقع القائم بالشواهد والوقائع والجرائم والانتهاكات التي ترتكب ويتم حصرها وملاحظتها ورصدها ومتابعتها وانكشافها وتعليق السلطات على بعضها في كثير من الحالات،
يكذب كل تلك المزاعم التي يحاول المسؤولون أن يشيروا إليها بأن البحرين أو حقوق الإنسان في البحرين مكفولة ومحترمة. وحينما نريد أن نتحدث عن حالة حقوق الإنسان في البحرين بأنها في حال خطير جدا، لا نريد أن نتحدث عن أسوأ الجرائم التي ترتكب وهي حالات القتل الصريح وغير الصريح واستخدام العنف المفرط والعنف الذي العنف الرسمي المفرط وغير المفرط الذي ربما يودي بحياة المواطنين، ولا أتحدث عن التعذيب فحسب، وإنما أتحدث عن الحد الأدنى من انتهاكات حقوق الإنسان. أليس انتهاكا صريحا لحقوق الإنسان أن يعتقل امرئ من بيته أو من الطريق أو من معبر سفر أو من العمل بشكل تعسفي ويؤخذ إلى المركز ويتم التحقيق معه ويؤخذ إلى النيابة فتوقفه النيابة 45 يوما؟ حقوق الإنسان مكفولة في البحرين، حقوق الإنسان مصانة في البحرين. هذه واحدة من علامات انتهاك حقوق الإنسان، وربما تكون من أكثر هذه لابد من الانتباه إلى هذا، هذه من أكثر المؤشرات المراقب الحقوقي بأن هذا النوع من التجاوز على حقوق الإنسان بالتأكيد يفتح المجال واسعا للقتل، لأنك إذا لم تحترم هذه الجزئية الصغيرة فأنت مرشح لأن تتجاوز إلى حد القتل. أأتي للأرقام المخجلة والتي أريد بعدها أن أقف مع المؤسسات الرسمية لحقوق الإنسان والمعنية برعاية الجانب الحقوقي التي ولدتها وأنتجتها وأسستها السلطات. هناك مؤشر على وجود حركة شعبية تحتاج إلى أن يتنازل النظام عن طريقة التعاطي معها. 680 احتجاج في شهر مارس من جميع مناطق البحرين، في جميع مناطق البحرين 680 حالة احتجاج، تم قمع 370 منها، يعني أكثر من النصف. هذه الكمية الهائلة من الاحتجاجات يتعين على السلطات إذا كانت تنزع أو تدعي أنها تحترم حقوق الإنسان أن تتعاطى مع هذا الكم الهائل من الاحتجاج الشعبي بطريقة لا ينتهك فيها حقوق الإنسان، أولا بالنظر إلى أسباب هذه الاحتجاجات، وثانيا بطريقة التعاطي معها، وثالثا بمحاسبة المتجاوزين فيها، لأن خلاصة الإصابات التي تم إحصاؤها ورصدها في المواجهات التي تعرضت لها هذه الاحتجاجات 50 إصابة بين خطيرة وخفيفة، وهذا هنا بين قوسين أو بين هلالين لابد من الإشارة إلى أن هذا ما تم حصره ورصده، ونحن نؤكد
على أن الرقم في الإصابات بالتأكيد أكثر من ذلك، إن لم يكن كثير فهو أكثر من ذلك كثير جدا، لأن هناك تخوف في حالات كثيرة لعدد من المصابين بالاتصال بأي أحد. ولكن حينما نقول 50 فهذا يكفي، لأننا ندلل على حالة بالفعل وقعت أو تقع ولكن ليس بالرقم الحقيقي. استشهاد الحاج جواد الحاوي من سترة 48 سنة في حالة كانت هي بسبب استخدام الغازات المسيلة للدموع، ولا توجد حالة واحدة من حالات المواطنين الذين فقدوا حياتهم سواء كانوا أصحاء أو معاقين أو أطفال أو كبار سن، لا توجد حالة واحدة عملت السلطة بشكل جدي على محاسبة أو مراقبة أو يعني إثارة هذه القضية وكأنها تريد أن تبرئ نفسها من الاستخدام المفرط للغازات القاتلة. حالات المداهمات لم تتوقف، هناك 228 حالة مداهمة في شهر واحد، وهي معدل مداهمات عالي جدا، ربما أقل من ظروف أخرى، ولكن هذا يدلل على أن هناك استمرار لذات المنهج، وما يهمنا في حالة المداهمات هي استمرار التجاوزات والمخالفات القانونية. مواطنون يقولون أننا نتفاجأ بوجود رجال مدنيين ملثمين وعسكريين يحملون أسلحتهم ونحن لما نتحرك من غرف نومنا، وهذه جريمة وقحة قبيحة ساقطة من أجهزة أمن يفترض أن تحافظ على سلامة المواطنين لا أن تدخل بيوتهم عنوة. أليس من المسؤولين من يقف وقفة إنسان شريف ليوقف هذه الجرائم بحق المواطنين؟ امرأة تتحدث عن أنها اكتشفت بشكل مفاجئ وجود غرباء في بيتها، الأطفال الصغار المرضى حتى الرجل والامرأة من حقهم أن يعيشوا في بيت بكرامتهم، وحقهم أن يسمحوا لأي أحد بالقانون أن يدخل البلاد، لا البيت، لا أن يجد الناس موجودون عنوة قسرا موجودون في بيته. أين حرمة البيوت؟ أنا أسأل كل الوزراء وكل المسؤولين في وأكبر من الوزراء، هل تشرعون هذه الجرائم؟ الاعتقالات لم تتوقف، بلغت 187 حالة اعتقال في حدها الأدنى، 167 اعتقال مواطن، 17 حالة اعتقال أطفال، و3 حالات اعتقال نساء. هنا يجدر الإشارة إلى أن الاعتقالات في جزء بسيط وأرقام محدودة ربما يعني توضع على اليد أو بحساب أصابع اليد حصل فيها استدعاء بإحضاريات، وكثير منها ومعظمها هو اعتقال تعسفي مخالف للقانون. حالات التعذيب التي تم رصدها 12 حالة، 12 حالة في شهر،
من حالة اعتقال 187 حالة. ربما يعتبر البعض بأنها قليلة. سبب هذا الرقم هو أن 187 معتقل لا نستطيع الوصول إليهم لمعرفة ما الذي حصل معهم أثناء الاعتقال. يكفي أن نتأكد من حالة واحدة، لأنه ليس فخراً أن تقول السلطة أنكم لم تستطيعوا أن تثبتوا 10 أو 20 حالة، فالموجود هي حالتان. إذا قالت السلطة أن الموجود حالتان أو حالة واحدة، إنما هي تعترف بارتكاب على أقل تقدير جريمة واحدة، ولم تعترف البتة برغم أنها التقت بكل المعذبين الذين تقدموا بشكاوى، برغم أنها قبلت تقرير لجنة تقصي الحقائق الذي جاء بفريق طبي مستقل محايد وحقق في حالات ضحايا التعذيب، إلا أن السلطة تخشى من استخدام هذه المفردة، تتحدث عنها كسوء معاملة أو ضرب كما حصل للشهداء. وبالمناسبة اليوم هو يوم ذكرى، وهذا الشهر شهر أبريل هو شهر ذكرى شهداء التعذيب في السجون، بدءا من حسن الفردان إلى الشهيد علي صقر، إلى الشهيد كريم فخراوي، إلى الشهيد زكريا العشيري. هؤلاء جميعهم استشهدوا تحت جلاوزة مارسوا التعذيب. الشهيد حسن لم تحرك قضيته إلى اليوم، وكأن المسألة مجهول فاعلها، ولكن ضحيتها معروف. الشهيد علي صقر وكريم فخراوي كانت الأحكام هدايا للمجرمين، والشهيد زكريا العشيري برئ الجنات أو المتهمون. إذا كانت العدالة برأت الخمسة للشهيد زكريا العشيري، فالعدالة يجب أن تصل إلى الجنات، لا أن تبرئهم بعدالة وإن لم يكونوا هم جنات. فإذا أين الجان؟ حالات التعذيب 12 حالة، وأود أن أبلغ وحدة التحقيق الخاصة بأن بإمكانها الرجوع لمعرفة هذه الحالات إلى التحقيقات الجنائية أو مركز الاحتجاز التعسف الاحتجاز الاحتياطي الحوض الجاف، أو إلى النيابة العامة وهم معهم في نفس المبنى، ويأخذوا ملفات الذين تم اعتقالهم، وسيتعرفوا على أكثر من 12 حالة. أيضا يمكنهم الرجوع إلى محكمة الكبرى الجنائية 4 التي أعلن عدد من ضحايا التعذيب أمام القاضي فطردهم من المحكمة. المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، الأمانة العامة للتظلمات، وحدة التحقيق الخاصة، وزارة حقوق الإنسان، أين أنتم من هذا المشهد المريع
الذي يسيء لسمعة السلطات في البحرين في المحافل الدولية في ملف حقوق الإنسان، ولا أقول أبشركم ولكن أقول وأكد لكم بأن كل الناشطين الحقوقيين وإن اتهموا بأنهم يسيئون لسمعة البلاد إلا أنهم يعتبرون كشف الجرائم التي ترتكب من تحت مظلة مؤسساتكم الرسمية وساما على صدورهم، لأنهم ينتمون إلى مبادئ حقوق الإنسان لا إلى سلطة تنتهك حقوق الإنسان. وشكراً.